أيها الإخوة الكرام، في بخلق الإنسان شيء عجيب. مثلاً الخلية العظمية هذه تنمو، فإذا وصل الإنسان إلى المستوى الكامل يقف النمو. من أسماء الله عز وجل القابض والباسط، يقف النمو. بعد 70 سنة من نومها إذا حصل كسر تستيقظ كي يلتئم العظم. صنع من؟ قدرة من؟ العظام متينة جداً. أنت ماذا تأكل؟ تأكل الحليب، فإذا به عظم. عنق الفخذ يتحمل قوة ضغط تساوي تقريباً 250 كيلوغرام، كل عنق فخذ ربع طن، العنقين نصف طن. هذا العظم المتين من أين جاءته المتانة؟ ميناء الأسنان ثاني أقصى عنصر في الكون، الأول الألماس، بعده ميناء الأسنان. من أين جاءت هذه القساوة؟ أيها الإخوة، هذا من كمال خلق الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.